أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: قام أحد الوعاظ في مسجد وقال: والله إن الذي في بيته دش ويأتي للمسجد للصلاة فهو منافق، فما رأي فضيلتكم في إطلاق هذه الصفة والحلف على ذلك؟ هذا من المبالغة، هذا من المبالغة التي لا تجوز، وهذا مما ينفر الناس. الوعظ ما هو يكون بالطريقة هذه. الذي في بيته دش لا شك إن هذا فيه خطر وفيه معصية، لكن كونه يأتي للمسجد هذا عمل صالح، هذا عمل صالح، فنحن ننكر ما عنده من المعصية ونقره ونمدحه على ما عنده من الخير ونشجعه على ذلك. أما أن النفر نقول لا تأتي إلى المسجد وأنت عندك دش، يعني نزيد البلبلاء، يصير عنده دش ولا يصلي، مشكلة هذه. لكن هذا من جهل بعض الوعاظ وحماسهم من غير فقه في دين الله عز وجل. نعم.